السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى إن شاء الله أخواتي وحباباتي يكونوا في أحسن وأفضل الأحوال وبصحة جيدة. نهار جديد، فيديو جديد، أتمنى إن شاء الله لي فيديو تاع هاد اليومات راهم يعجبكم، لأني فغي راني نبارطاجيهم معاكم بفرح كبير وبسعادة كبيرة، ونفرحاني سعيدة بزاف 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 معاكم وبيكم بهذوك لي كومونتير اللي بزاف شابين. ربي يخليكم ويحفظكم، ودعواتكم كما قال لك الواحد هي اللي راه تلقي على الانسان. ما ننسوش اكيد صلوا على النبي، عليه افصلات نعاود نصلوا عليه، عليه افصلات والف سلام. لاول مره تشوف القناه نقولها ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس. هنايا غادي الفيديو تاع اليوم غادي نبارطاجي معكم هكا مشتريات خفاف، روتين خفيف، وغادي نرد على واحد السؤال جاني المتتبعة. أكيد حاجة اللي قد نرد عليها، والله ما نبخي لكم الشيرات نرد عليها. هنا درت مشتريات صغار كما قلت لكم، حاجة خفيفة باسكو ما عنديش فريجيدار في هذه داري، مازال صوالحي ما جبتش الفريجيدار. ديجا انا الفريجيدار تاعي كيما يقولوا يبكي عليا، ما هكا يقولوا فريجيدار فريمون ضرب لي ضربات، ضرب اكثر من 20 عام صايي يبرد وكل شيء، ولكن ما بغيتش نجيبها كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، ولادي مازالوا تما ما بغيتش نخليهم بلا ما بارد. داري شويه ماشي بعيده بزاف، الوغ راني ندير حسابي ونروح نجيب صوالحي، خطر خطرها انا، خطر ولدي يجيب لي، خطر المهم. هنايا كما قلت لكم درت مشتريات خفاف، نظمت كوزينتي على حساب الامكانيات. هنا كاين وحده متتبعه من هضرت لكم في الفيديو اللي فات على المينويزي، نورمالمون غادي يبدا لي، قالت لي عطيني النيميرو تاعه. صبري حبيبتي هذه مغتربه، وبهذه المناسبه نسلم كاع المغتربات اللي راهم يتبعوني ونقول لهم ان شاء الله اللي ما جاش ان شاء الله تجي وتشوف والديها وتشوف اهلها وتشوف حبابها وتشم ريحه البلاد، باسكو بلادنا عزيزه ويا ربي وين تروحي، ولكن ما كاينش كيما ارض بلادك. انا في الحقيقه شخصيا ما نقدش نتخيل روحي نعيش في الغربه ولا نعيش بعيده على اهلي وعلى بلادي وعلى كل واحد، وعلى حسب الظروف نتاعه. نقول لهم ربي يعينكم ان شاء الله وتجوا بخير ان شاء الله. قلت لكم خلت لي كومونتير، قالت لي بلي عطيني النيميرو تاع المينويزي، قالت لي راني في الغربه وراني باغي نخدم عنده. صبري عليا شي اختي، غير هاد اليومات نشوف خدمته كي دايره، باسكو على بالي بلي خدمته شابه وشفتها في لاتولي اللي عنده، ولكن حتى يجي بلاصي لي ونعطيكم النيميرو نتاعه اللي مهتمه وتبغي تخدم. هنايا شي هذا الروتين تاع نهار الجمعه، عجبني بزاف هاد البركوكس، نوعيه جابوها ليه بال شابه بالبزاف، كيما نقولوا حنايا الحبه على اختها، بفتو الغايه، خادمينه غايه الغايه. هنا كان فطورنا بركوكس على حساب كيما قلت لكم الامكانيات اللي عندي في الدار هذه، مخصوص شويه انا نبغيه بالحمص، ما درتش فيه الحمص بالجلبان وهاد الصوالح، ولكن صدقوني 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 جا كي الحسن، جا حلو ما شاء الله. تقولي درت فيه مانيش عارفه انايا، ولادي الزوج تاعي قال لي جابدين على اللي مداري ديريه هنا. هنا درت كميه مليحه باسكو كنا كاع مجموعين نهار الجمعه. انا غادي نبدا نطبخ دوك، تشوفوا كيفاش جا كي الحسن، قلت لكم شيرات جا ما شاء الله، جا روعه. اي سؤال محتاجين نجاوبكم عليه خلوه لي، خلوه لي في لي كومونتير. هنايا شيرات هذا كان فطوري وحشايا، دوك نبارطاج دوك تشوفوا اش درت الحشا، وكما يقولوا الواحد غير ربي الستار، غير ربي سترني. صرات لي واحد الموقف، صار لي واحد الموقف ما على باليش علاه، ما على باليش كيفاه وش صرا، ولكن هنايا يعني سقينا البركوكس دائما نديره هنا شف بعد ما تبقى في القدره، دائما نقلع المرق، تنجمو تقولوا نص المرق نقلعه اكوتي باش من بعد مين نتبخ البركوكس نديره في الزلافه. نبغيه ما نبغوش حنا مسقي بزاف، كاين اللي يبغيه مسقي بزاف، حنا ما نبغوش مسقي بزاف. ندير كميه من المرق في البركوكس، وحطينا هذاك المرصويه تاع الدجاج، والحار الحار اكيد. هذه زلافه انا والميسيو ولادي درت لهم ثاني زلافه وحدهم، والحمد لله على النعمه. المهم الواحد يكون بصحته ولهنا، هذا ما كان حتى حاجه مت 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 ضاهي الصحه ولهنا.
انا شيات كنت مع الميناج. قبل ما نروحوا نبارطاجي معكم الوصفه تاع الحشا، انا بغيت ندير لكم مقتطفات هكا مع الميناج. شوف راني كيما يقول لك الواحد، راني غير مع حكم مع الميناج، ولكن مادام الخدمه مازالت في الدار والسيمه مازالت في الدار والرمله مازالت في الدار، حتى حاجه ما تقعد نقيه، نقي اليوم نعاود غدوه ثاني تعاود تولي كيما هي، نقعد دو جوغ تخوا جوغ ثاني نعاود ندير هكا نحك وندير لو غرو ميناج. كاين وحده قالت لي ما تقلقيش ما تسكني، روحي لدارك قعدي فيها حتى يكملوا لك. ما نقدرش نقعد فيها حتى يكملوا لي باسكو ما عنديش امكانيه تاع هذيك تاع نجيب الماسو، نجيب المنويزي، نجيب الباتري، نجيب البنتير، هذه ما عنديش انا الامكانيات تاع هذه. والحمد لله كما دائما نقول لكم بلي راني غيب درجة درجة وبيت بيت. هنايا بغيت لكم هاد المقتطفات باش وحدة سقسني على لا دال دو سول، شريت كيفها نهار اللي بارطاجيت معكم مشترياتي. من شريت دال دو سول للدار، درت باسكو درتها في لا شوم ودرتها في لا كويزين، سقستني عليها قالت لي هضره بعد ما درتيها. هنايا هادي تاع البيت درتها كارويات كيما هكا، ولكن تاع كوزينة درتها على شكل مقروضة دورتها. انا راه عاجبني، راه جايني روعة ما شاء الله. وهذيك تقعد ادوار، شوفوا بعد ما يتنقى مالغري كو كانت في فوق الخدمه، كان بلاطري كان يخدموا في البلاطر، كان يبنتروا كل شيء، ولكن ديري شويه ما شويه ايزي تحكيه يولي يبرق يبرق يبرق. هنا راني مجمعه في الكرسي وراني نصور لكم تالمو عييت. ربي قدرنا ان شاء الله، وهذا ما نقولوا كل شيء يفوت، حتى حاجه ما تقعد. هذا يبقوا غير من بعد يبقوا لنا غير ذكريات ان شاء الله. قلت لك انا عجبني يجي ما شاء الله، شوفوا التنظيف تاعها غير تمسحيه غير بجفافه هكا وشويه ما وشويه ايزي يولي يبرق ما شاء الله. انا شيات حشانة غادي نبارطاجي معكم ثاني الوصفه تاع الحشا. هنايا فيت في حاجه خفيفه، دجاج محمر في السبيره ولا في لاكوكوط كيما تبغي ديريه انتيا. هنا شنو درت؟ درت حبه تاع بصله، ديري حبه بصله تاع بصله مليحه باش تطلق لك الحلاوه نتاعها. هنا درت زوج تاع لي كويس، وانت يا تبغي ديري نص دجاجه تبغي ديري دجاجه كامله نجمي ديري دجاجه كامله تقليهم غايه الغايه. هنا درت حبه بصله رابيتها، ديري معاها شويه تاع الزيت، مغرف تاع الزبده، وتبداي تقلي في هذوك لي مورسو اللي عندك تاع الدجاج. لازم نقلوهم غايه يتحمروا بريسك يدخلهم كيما نقولوا حنايا ربع طياب هكا ولا بهذيك التقليه اللي تقليها. ومن بعد ما تقليهم تنمرقوهم بكميه قليله تاع الماء، نقصوا عليهم النار وخليهم يطيبوا. الا في لاكوكوط نقصي ثاني النار وبلعي لاكوكوط نتاعك وخلي الدجاج نتاعك يطيب. راكم عارفين بلي الدجاج ما يديش الوقت في الطياب. انا غير هنايا في هذا فهاد الصبيره صغيره غادي نمرق ونقص النار. لازم تنقصوا النار، ما تخلوش النار قاويه سينو ينشف لكم وما يجيكمش بنين، وتضطروا باش تزيدوا الماء وديروا كميه كبيره تاع الماء. وحاجه كو عارفينها، ملي تكثري عليها الماء تسمط، هذه قاعده دوها من عندي. كما راكم تشوفوا انا درت حوالي كاس مشي معمر تاع الماء، غادي نقص عليهم ونخليهم يطيبوا ويتجمعوا. هنايا شيت راكم تشوفوا المقله اللي حطيتها من هي، كنت باغي نقلي البطاطا. سبحان الله حميت المقله ودرت الزيت. جامي شفت انا هذا المنظر، جامي جامي في حياتي ما شفت هذاك المنظر تاع الزيت يدير لك اون بول بوليطه هكا، دار بوليطه وطردت هذيك البوليطه، ما خلت بوطاجي، ما خلت لافايونس، ما خلت الغاز، كلشي كلشي تعمر لي الزيت. غير ربي سطاني كنت شويه بعيده، كنت بعيده على الغاز، وسينو كان غادي داك الزيت كاع يطرطق عليا. كتقولوا لي الماء، ما كانش الماء في البقله، الزيت زيد درته ديريكتوم من القرعه باش يدخلها الماء ولا دخل حاجه. مام هذاك الطرطق اللي طردت مشي تاع ماء، باسكو تاع الماء تسمعيها كطك طك طك هكا يطوش، ولكن هذه دارت بوليطه وطردت. غير ربي كما قلت لكم الشيلات، والحمد لله الستار. واكيد بدعواتكم، ما تنسوناش بدعواتكم بالحق بالستر والنعمه. هذا هي تشوفوا كيفاش يجي داك لاصوص تاعه، يجي مجمره، يجي ما شاء الله. اللي تبغي تعاود تحمرها تنجم تقلي عليه مورسو تاع الدجاج، ومن تقلي لي فريت نتاعك ولا ترفقيهم لي فريت عاودي حمري. غتخلطوا لي تكوني درتي الدجاجه كامله، عاودي حمري الدجاجه يجيك ما شاء الله، يجي هذاك البنق اون صوص فغي عقده بنينه. هذه هي الفيديو نتاع اليوم، نتمنى ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. هنا تكمل لا فيديو كما قلت لكم، رافقتها بسلطه خفيفه وشويه تاع لي فريت. قال نقولكم تهلاو في رواحكم في صحتكم، نتلاقوا في فيديوهات الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.